عاليات الباص من الصبح يعني. ثمانية ثمانية. شنو شنو؟ جوك شنو اللعبة؟ يلا. يا منو دور؟ يلا. دور منو؟ حيوانات ها؟ ايه. انيمالز. لا لا لا. حياة. نايمين احنا جايين ورنا البذر في ناس وايد باقي ساعة ونص على العرض واحنا بياس في الطريق لازم نروح المسرح ساعتين شنو ساعتين؟ ساعة ثلاث ساعة ثلاث ونص لا والله آخر لعبة وبنروح المسرح بس آخر لعبتين لا آخر لعبة وبس لا لا والله ما تطول ما تطول ما تطول اي والله إذا ما فيها زحمة اي ما فيها أوكي إذا ما فيها زحمة لا راح تتركها من زحمة شفت ايش كثر توين طحنا لا يوري عندنا عرض واليوم اخر عرض واحد زيبتي اليوم اخر عرض ما ضحك انا ما تضحك باللعبه هي تصور من اليوتيوب طبعا واصلين الساعه 4:50 دقيقه باقي على العرض 10 دقائق والجمهور برا كل هذا لان كنا بدا باليوبي نبي نستمتع بدولتكم الحلوة.
طبعا جوري نايمة واضحة مسكيها وسحبوها يلا روحوا. اليوم العرض الأخير. Yeah.
طبعا شافوني صادوني وقالوا لي يبون يسلمون على الوضحة والجوري والجود. زين هنا الكويت ولا لا؟ ليش بكيتي؟ ها ليش؟ مستانسة؟ بيكا 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 بو بيكا 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 بو بيكا 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 بو بيكا 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 بو احلم وابتسم بتشوف الحلم قدامك دايم يرسم وبتتحقق احلامك احلم وابتسم بتشوف الحلم قدامك دايم يرسم وبتتحقق احلامك اطمح وسع ودايم حاول لا تستسلم دوم تفائل لا تستسلم لا. لو تغلط شي جدا عادي 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 ما في اصلا احد كامل هذا حلمنا ركز تشد الحيل اكثر بيكا 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 بو هلا هلا بيكا بو يلا يلا بيكا بو بيكا 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 بو بيكا 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 بو هلا هلا بيكا بو يلا يلا بيكا بو بيكا 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 بو احلم وابتسم بتشوف الحلم قدامك دايم يرسم وبتتحقق احلامك احلم وابتسم بتشوف الحلم قدامك دايم يرسم وبتتحقق احلامك اطمح وسع ودايم حاول لا تستسلم دوم تفائل لا تستسلم لو تغلط شي جدا عادي ركز بحلمك إذا بتنجح حاول اسعى ركز واطمح تقدر تقدر انت تصير متميز في حياتك كون الصح يا جماعة والله العظيم المنظمات اللي معانا بالمسرحية والله احزننا بكرمهم أخلاقهم كل شيء عاد قهوتهم صدق خيال طبعا خلصنا عرضنا اليوم وكان حلو وناسه طبعا يا جماعه حد مشكورين حد مشكورين على حضوركم وكل شيء هذيك كلها ذا الجمهور نحبكم وايد ومشكورين حق اللي حضر وحتى يعني حق اللي جاب لنا هديه حق اللي حضر حتى اللي ما يبي يعني احنا كنا بطلنا عروض بطلنا خمسه عشان اي لان صفر واصلا هم في ناس يبون بطل بعد بس لنا فوق بس ان شاء الله المسرحيه الجايه وما نقدر نبطل اكثر لنا احنا الصراحه كان ودنا نعرض اكثر بس ما نقدر لانه لازم نرجع الكويت لازم بالشيء اللي بينزل اكثر من العروض اي خلاص لما احنا وايد ترى زين هذا شيء وأهل الإمارات أنا بقول لكم مشكورين وايد على حضوركم اللي حضر لنا
طريق 6 ساعات و4 ساعات والله العظيم يعني حبكم مبين يعني قسما بالله احرجتونا الصراحة. في ناس كانوا جايين بعد من السعودية وخيمان وقيروان وفي السعودية بعد فاطمة في مدبي يعني والله العظيم لما انتون تقولون احنا جايين طريق 4 ساعات طبعا ما ننسى 6 ساعات الكويت صح وثلاث ساعات يعني جايين عرضت بالكويت بس فيها بالكويت وحطيت لكم وصورت لكم وفي ناس مخصوصة عين مسرحية بالكويت فمشكورين وايد منظمين بكابو وكل يعني كل يوم العمل والكواليس كواليس اهم شيء اهم شيء خالد مقداد اي يعني خالد مقداد لو نقول ما سافرنا هم الباص بالسفره كلها شيء هم اللي مخططوا لنا كل شيء صح أي. شكرا وايد لكم ساعدونا وايد بالسفره يعني حاله من حال فاطمه شوق صح لا مو بس مودينا شغل لعبونا ونسونا كوناسه يا جماعه هذا اهم شيء شوفوا التانات يعني سويتوا تان ورحتوا العاب وعرضتوا بيكابو كل شيء سوينا حتى حبي رحنا مشكورين وايد لكم على حضوركم وكل شيء ونحبكم وايد وايد يا اقوى جمهور في الدنيا يالفون كلام غير اغنية العيد تكفايا دخلنا الطياره وانا منا بالباص تألف لأن الطيارة شو يطير عنا. أوكي مساء كان دور وضوح الحين جود. وجوني طبعا نايمة بسابع نومة. طيارة الاتحاد تكفى لا حدنا متأخرين على الطيارة ما أدري راح يدخلونا ما أدري راح يدخلونا ولا بس يا رب يدخلونا أنا مو جايبة ملابس زيادة حد واي أسرع والله قاعد نركب تعبت والحة ألونا ما تدري ايش يعني من وين ادري ايش هزاتين المفروض ناكل بس ما كلينا يعني ما ايش صار بس متاخرين ويلا وانا ماسكلهم قاعد يركضون في تلونه قاعد يركضون مستانسه رطوبه وهي قاعده لا احس ولا شيء انا اهم شيء هذه معي باقي 4 دقايق وقف الطيارة. اسكيز مي. الله والله تعبت والله أول مرة تشيل يس يس جو. أنا هباقي يس. الشخصية معكم قبل مغادرتكم والطائرة.
نودوا تذكيركم أن التدخين ممنوع بشكل نهائي في مبنى المطار، لذا يرجى عدم تخيلوا وصلنا الكويت وهم الساعة 7 نوما. واضحة جود جوري 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 يلا وصلنا يلا جود وضوح يلا وصلنا قوموا يلا وصلنا قوموا مو وصلنا يلا خلونا بسابع نومة خلوني شوفيني وصلنا الكويت وصلنا ألونا ألونا ألوني ليش نتاي أشوفك ألوني وصلنا تخيل إيش أنا فاطمة خلاك كنت سالفة كيف قاعد نسمع أغاني وما فينا شيء لا خلنا نام شوية كله ما فينا كيف خلنا نشوف تقولك أنت حط رأس على طول نام ها طلعوا جناط الجد كلهم بس وقت جاد الصبور صقر ما شفتك طول الرحلة نايم جوري طلعوا جناط الجد ولا لا هم قاعدين وماجي رايحة نفسي لأن بس ما فينا طبعا رحلتنا الفير وكلهم ناموا متى على آخر 10 دقايق إلا يوسف أنا 5 دقايق إلا يوسف نايم طول الرحلة بيكا 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 بو